مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا. اليوم بقصتنا الرياضية في عنا يعني قصة طريفة وفيديو طريف انتشر على منصات التواصل، وهو قادم من الملاعب الكرواتية. شهدت مباراة جمعة فريق هايدوك مع ضيفه سلافن طنادلة، وهدف كوميدي ما بيصير كتير. بالدقيقة 74 من عمر المباراة فسدد لاعب سلافن كرة قوية مستغلا تقدم حارس منافسه على مرماه، وبدأ لاعبو هايدوك بالاحتفال بهدفين قبل ما يقوم الحارس بإنقاذ مرماه بطريقة استثنائية لترتد الكرة ويسجل الفريق الآخر هدف، بينما كان لاعبو هايدوك مشغولين باحتفالاتهم بالهدف يلي ما سجلوه بالأصل. خلينا نتابع.